يطيب لي أن أستهل كلمتي بالإعراب عن سعادتي بالمشاركة معكم في افتتاح أعمال الدور 40 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ويسعدني أن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وتمنياتي لأعمال المجلس ودورتنا هذه كل النجاح والتوفيق. وأود أن أعرب عن التقدير الكبير للجمهورية اللبنانية على رئاستها الحكيمة للدورة 39 خلال عام 2016 والأنشطة التي نفذت خلال العام، وأرحب بمعالي الوزير محمد عبد المطلب فنيش وزير الشباب والرياضة بالجمهورية اللبنانية معربين له عن تهانينا وتمنياتنا بكامل التوفيق في مهامه. كما أرحب بدولة ليبيا رئيسا للدولة 40 متمنين لمعالي السيد أحمد عمر معتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني كل التوفيق والنجاح في إدارة أعمال دورة المجلس الحالية. وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن بالغ التقدير والامتنان لمعالي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية على الجهود المبذولة في إطار رئاسته الحكيمة للمكسب التنفيذي لمجلسكم الموقر. كما يشرفني أن أهنئ وأرحب بمعالي وزراء الشباب والرياضة العرب الجدد الذين يشاركون أعمال المجلس لأول مرة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لما فيه خير الشباب ورياضي وطننا العربي وخير المسيرة التنموية العربية، وكل العرفان والتقدير لكافة الوزراء السابقين على جهودهم المقدرة وعلى قيادتهم حكيمة خلال فترة توليهم مسؤولية الشباب والرياضة في المجلس. وإننا نتطلع أن نعمل معا لتحقيق الأهداف والغايات السامية التي وردت في خططنا التنموية الشبابية والرياضية وجعلها واقعا حيا ينعم به شباب وطننا العربي. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يأتي انعقاد الدورة 40 لمجلسكم الموقر ووطننا العربي ما زال يشهد حراكا غير مسبوق يضعه على مفترق طرق، خاصة بين الشباب من خلال احتجاجه على البطالة والتهميش وغياب مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إن هذه المرحلة تظهر بشكل جلي حالة الفراغ التي يعيشها الشباب، خاصة الفئات المهمشة والفقيرة منهم وشباب مناطق نزاعات نتيجة عدم توفر أو إخفاق العملية التعليمية في إكسابه المهارات اللازمة له لبناء مستقبل واعد، ونتيجة عدم توفير فرص عمل كافية ومناسبة. ويتجلى هذا الوضع من خلال الأرقام التالية الواردة في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الشباب لسنة 2016. رغم أن حصة المنطقة العربية لا تتعدى 5% من سكان العالم، فإنها تشكل 57% من اللاجئين و47% من النازحين عالميا سنة 2014. معدل البطالة في المنطقة العربية يبلغ 30% مقابل 14% عالميا. نسبة الشباب في الشغيلة في المنطقة العربية لا تتعدى 24% مقابل 50% عالميا. نسبة تصويت الشباب في المنطقة العربية هي الأقل عالميا. وقد أتت هذه التحديات لتجدد الانتباه إلى خطورة المرحلة التي يمر بها شبابنا، وتجدد التأكيد على أهمية مجلسكم الموقر المعني بقضايا الشباب الأمة، وضرورة أن تكون قضايا الشباب في صلب كافة عملية الإصلاح والتغيير والتقدم، وعلى أهمية الربط الوثيق بين الشباب وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبما يستجيب لاحتياجات الفعلية والتطلعات المشروعة لضمان العيش الكريم للشباب العربي وتنميته وتأهيله ليأخذ مكانه المنشود في صنع مستقبل أمته. لذا يجدر الاستثمار في الشباب وتمكينهم من الانخراط في عمليات التنمية من خلال بناء قدراتهم ومشاركتهم في المجال السياسي وتنشيط الاقتصاد لإنتاج فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية خاصة التعليم والصحة وبناء نظم اجتماعية تعزز المساواة وتجنب التمييز. الشباب يلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة بالنسبة للمنطقة العربية، فإن المرحلة الحالية تعد حاسمة، علما بأن 30% من سكان المنطقة ينتمون لفئة الشباب بين 15 و29 سنة. فيتعين استغلال هذه النافذة الديموغرافية للاستفادة من حيوية وحماس وطاقة الشباب في تسريع عجلة النمو والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة. ومن شأن هذا التوجه أن يفتح آفاقا واعدة للشباب العربي ويساهم بقوة في التصدي لتأثير الأفكار المتطرفة
التي تروج لها الجماعات الإرهابية. الحضور الكريم بالموازاة مع موضوع الشباب وقضاياه يجدر الاهتمام أيضا بالنهوض بالرياضة والتربية البدنية وتطوير الثقافة والتنشئة الرياضية لتهيئ أسلوب الحياة الصحي في مجتمعاتنا العربية، وهو السبيل في إعداد وتنشئة جيل يتمتع بالصحة والقوة والاندفاع نحو الإنجاز والمساهمة بفعالية في عملية التنمية. كما أن التعاون في مجال الرياضة يدعم العمل العربي المشترك ويعزز العلاقات العربية ويتيح الفرصة لشباب ورياضي الوطن العربي للتواصل والتعرف على الوطن العربي الكبير، ويعزز قيم السلام والحوار والانفتاح لديهم، إذ قوة الأمم تقاس أساساً بما تملكه من موارد بشرية مؤهلة ومؤثرة في رفع اسم بلدها عالياً. الحضور الكريم، إن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إدراكاً منه بأهمية هذه المرحلة المحورية وضرورة سرعة التحرك لدفع عجلة المشاركة الشبابية المجتمعية، قد أدرج في مشروع جدول أعمال موضوعات شبابية ورياضية ذات أهمية تتلخص في تنظيم عدد من الملتقيات العلمية حول مبادرات الشباب ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن القومي العربي، وملتقيات حول الهوية العربية وبرامج إدارة الأزمات والتكنولوجيا المعلوماتية ومنتديات حوارية شبابية، وأيضا الإدارة الرياضية والتخطيط ودورات في إعداد الكوادر الرياضية وإدارة المنشآت الرياضية وإدارة المهرجانات الرياضية والعديد من الموضوعات الأخرى، والتي أتمنى من خلال تنظيمها أن تساهم بفعالية في النهوض بالشباب ورياضي وطننا العربي. حضور الكريم، وأخيرا أتوجه مجددا لكم بكل الشكر على جهودكم الحثيثة من خلال مجلسكم الموقر في سبيل تنمية والنهوض بالشباب ورياضي أمتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.